خبر يعني ساعدنا كتير قوي، لان 4 شهور بالنسبه للرياضي او بمعنى اصح في نادي الاهلي الابطال معظمهم كلهم في منتخب مصر، ده خبر يسعدنا جدا. والحمد لله احنا ابتدينا، الدكتور مراد عاصم والدكتور محمد حسن حطوا خطه تجريبيه للنزول بالتدريج للملعب مع الاجراءات الاحترازيه من ناحيه الكمامات او التباعد الاجتماعي حتى في وسط اللعيبه، ومفيش تلاحم والكلام ده. وبالفعل احنا ابتدينا اول ما نزلنا او اول ما الوزاره قالت نبتدي نفتح المجال الرياضي، ابتدينا بالاعمار الكبيره اللي هي فوق 18 سنه اللي هي يعني عندها وعي الى حد ما وعددها مش كبير قوي. واعتقد ان كل الرياضات ابتدت بالفعل في بهذا الترتيب. هو النادي وفر لنا برنامج تدريبي عن طريق زوم يعني اونلاين، كان فتنس وكاتا، الجهاز الفني هو اللي وفر لنا الموضوع ده، وكانوا متابعين موضوع التغذيه، وكان في دكتور نفسي، والمنتخب برده كان وفر لنا 3 ايام تمرين برده فتنس وكاراتيه ومنتل كوتش، وكان معانا دكتور اصابات ودكتور تغذيه، يعني كنا بنتمرن في البيت. احنا شغالين دلوقتي في النادي 3 ايام في الاسبوع، شغالين وحده فتنس ووحده كاراتيه، تقريبا التمرين بيبقى ساعتين ونص، ومحافظين على المسافات بتاعتنا، وعدد المدربين جوه الصاله بينظموا يعني المدربين ما يبقاش عددنا كبير وعدد اللعيبه ما يبقاش كتير. احنا دلوقتي البطولات الدوليه كلها اتاجلت للاسف عشان ظروف كورونا، بس احنا بنستعد بقى للسيزون الجديد ان شاء الله. المفروض اول حاجه هتبقى عندنا تصفيات منتخب مصر، وبعد كده هنبدا بقى التصفيات الداخليه علشان مين هيلعب. عندنا بطولات بريمير ليج اللي هي مؤهله للاولمبيكس، عندنا بطوله مؤهله للاولمبيات احنا لينا فرصه فيها هنا تبع النادي، احنا تقريبا 3 أو 4 لعيبه عندنا فرصه في الاولمبيات ان شاء الله. فاحنا التارجت الاساسي بتاعنا البطوله المؤهله للاولمبيات ان شاء الله تبقى في شهر 6 تقريبا، هي دي التارجت بتاعنا اللي بنجهز له الفتره دي ان شاء الله. كان في تمارين طبعا بتتعمل اونلاين دايما كل يوم بمكان في البيت، تفضي بس مكان او اي حاجه، وكانوا بيتابعوا التغذيه طبعا كويس جدا، ده كده كده طبعا طبعا، بس كانوا بيتابعوا كويس قوي الفتنس البدني، الكاتا، الحاجات الفنيه، كابتن يكون معانا متواصل ياخدوا غياب، مين حضر مين ما حضرش، كانوا متواصلين قوي في الموضوع ده عشان ما كانش ينفع نريح عشان هننزل في سيزون جديد ان شاء الله. استعدادنا علشان ان شاء الله بطولاتنا هتبتدي، السيزون هيبتدي في شهر 9، وبعديها هيشكلوا المنتخب ان شاء الله، فشهر 9 هيكون بداية السيزون. فاحنا دلوقتي بنجهز من دلوقتي، فبنتمرن تقريبا، انا بتمرن طول الاسبوع، باخد يوم اجازة بس واحد عشان ريكفري والراحة والتغذية وكده. هيبتدي تشكيل المنتخب كحاجات فردية، وعلشان ان شاء الله بطولة العالم هتكون 2022، فلازم نجهز لها من دلوقتي. وانا بوعدكم ان شاء الله هفضل اشتغل لغايه لما ان شاء الله اكون بطلة عالم في يوم من الايام. احنا طبعا النادي كان بيبعت لنا على الجروب او كده واتساب في برنامج تدريبي المفروض ان احنا بنبقى ماشيين عليه، والكباتن تابع بنعمل ايه وكده، وطبعا الدايت بنبقى على قد ما نقدر واخدين بالنا من الاكل وكده خلال الفتره دي، بحيث ان احنا حتى لو مش هنزيد على الاقل نحاول نحافظ على المستوى اللي احنا وصلنا له. يعني احنا دلوقتي ابتدينا بنتمرن 3 ايام هنا في النادي، بيتراوح مثلا من 1.5 ساعة لساعتين، بيبقى عندنا فتنس، ممكن نروح تمرينه في التراك وتمرينه الكاتا بتاعتنا، يعني كل تمرينه بتبقى كده فتنس وكاتا جزء وجزء. هو لسه ما فيش جدول بالظبط نزل، بس في الاغلب ممكن مثلا تبتدي البطولات اللي هي بتبقى التصفيات اللي بتاهل المنتخب او كده من بعد مثلا 8:30، بس اي جدول تفصيلي لسه ما عندناش علم بيه. طبعا ده حلمي من زمان، واكيد حلم اي حد ان هو يوصل لبطوله العالم، دي الحاجه اللي احنا بنشتغل عليها على طول. زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده مرارا وتكرارا، النادي الاهلي هو قلعه الرياضه في مصر. الحقيقه شفنا ابطال بيستعدوا، وشفنا في التقرير